النجم الجميل حسن الشيله. طبعا بنرحب بيك في مصر اونلاين. كلمنا عن مصر اونلاين. افتكرت اسمك قلت انا جاي من الارجنتين. لا مصر اونلاين. طبعا قول لي كده يعني انطباعك عن المهرجان. المهرجان بص انا اولا عاشق للمسرح لان انا بدايتي كلها كانت مسرح. انا خريج اصلا قسم مسرح اداب اسكندريه. حتى قبل ما اخش قسم المسرح كنت بمثل في اصول الثقافه ومراكز الثقافه الاجنبيه. فالمسرح ده يعني ملهمي وعشقي الاول. ففكره ان يبقى في مهرجان اللي موجودين فيه مش هواة دول محترفين واكثر احترافيه لان معظمهم طلبه في المعهد ومعظمهم حتى الطلبه كانوا بيمثلوا في الجامعه قبل كده وفيهم اللي ما شغال في السوق وفيهم خريجين المعهد. ففكره ان هم يلتقوا في مهرجان في روح التنافس دي حاجه عظيمه جدا. فيها حاله اسراء للجمهور ان هم يتفرجوا على حاجه بيحبوها وفي نفس الوقت تنافس شريف ما بين المواهب التمثيليه سواء في التاليف او الاخراج ان هم يقدروا يطلعوا كل الطاقات اللي جواهم في ظل الظروف كمان اللي احنا فيها دي. ان الفن بيبقى موجود في اي وقت واي زمن بيطفي على الحياه حاجه حلوه. يعني انا بتفرج على المسرح حتى العرض بتاع الختام وشفت تجارب كتير في الدوره ببقى قاعد مستمتع ومبسوط وبشوف زمايلي وهم بيشتغلوا وهم بيطلعوا الطاقات اللي جواهم فحاجه عظيمه. يعني في يوم من الايام كنت انت واحد منهم وانت دلوقتي قريب لا دلوقتي يعني في خطوات ويعني هم لسه ما شافوش الخطوات دي بس هم اكيد لما بيلاقوا حد ان شاء الله يحضر اكتر بيقولوا لك ايه والله لك ايه عشان يعني بتنصحهم بايه يقولوا لك ايه. طبعا المجال صعب واللي بيوصل فيه يعني بيقولوا لك ايه وانت بتقول لهم ايه. هم فاهمين ده كويس جدا ولا ممكن هم اللي يوجهوا لي نصيحه. اي فنان في العالم لازم طول حياته يفضل في مرحله تعلم. انا باجي بستفيد من زمايلي وهم وهي الفكره كلها ان انت بتفهم مرادفات المهنه واحداثياتها مع الخبره والاستمراريه. بس هي الفكره كلها ان انت يبقى نفسك طويل وتتحمل مشقة المهنة لأنها مش سهلة. الشغلانة فعلا شغلانة صعبة بس الموهوب بيتحمل كل الصعاب دي لأن الناتج لما بيشوف كلمة حلوة من الجمهور وأن مخرج مؤمن بيه وأنه بيقدم عمل حلو فكل ده بيحسسه بالطمأنينة. فهم سواء اللي خد منهم خطوات أو اللي لسه في بداية أنه ممكن تبقى أول تجربة ليه دي بداية حلمه أو هو في منتصف حلمه ما يأس ولا يحيد عن فكرة ان هو مكمل في الحاجة اللي هو بيحبها. المسرح دايما هو مفرغة الممثلين والموهوبين. فالفرق ايه بين المسرح يعني اللي بيلعب مسرح واللي بيلعب سينما تقريبا يعني او الناس بتقول اللي بيلعب مسرح هو اشطر وهو انت عايز في منطقة التمثيل تحديدا. انا بدي كلمة جدا من كلمة اصلي ده ممثل مسرحي تمثيل واحد هي الفكرة كلها في المصداقية. فممثل المسرح بيكتسب خبرة كمان ممكن تبقى أكتر لاحتكاكه من الجمهور. الفكرة كلها ممكن في اختلاف الأدوات. يعني فكرة إن على خشبة المسرح غير التكنيك بتاع السينما غير تكنيك التلفزيون لكن التمثيل واحد. تمثيل في أي حتة في الكون واحد. بس شوف إيه جديد ليك بقى إن شاء الله بإذن الله. مسلسل القاهرة كابل في رمضان إخراج أستاذ حسام علي تأليف الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال بطولة مجموعة كبيرة من النجوم خالد الصاوي وطريق لطفي وحنان مطاوع وفتح عبد الوهاب. وأنا مبسوط جدا إن أنا موجود في وسط العمالقة دول في التمثيل ويتقال عليهم تقال في التمثيل. وبعمل مسلسل بإذن الله مع النجم أحمد رزق حبيبي وأخويا لأول مرة تعاون معاه مع الأستاذة الكبيرة شيرين عادل. مبسوط جدا بالتجربة معاها. مسلسل مختلف اللي كاتبه الأستاذ مصطفى جمال هاشم ورق تحفة. وبإذن الله أتمنى أن المسلسل يكسر الدنيا لأن إحنا بذلنا فيه مجهود غير طبيعي. وبكرة مفترض أن آخر يوم تصوير ليه يعني في المسلسل. بتحب المسلسلات اللي بتستعرض في الأوت سيزون ولا في رمضان؟ والله أنا بحب الفن عموما. لا مش فكرة شغل والله لأن أنا مثلا ممكن يتعرض عليها حاجة أحس أنه لا هتضيف لي ولا هبقى مستمتع بيها وما عملهاش. فهي الفكرة مش في شغل بس. أنا أتمنى طبعا أنه طول الوقت أبقى في حالة شغل لأنه أنا شغلي لأن هي دي المهنة اللي الواحد بيمارسها بس في نفس الوقت دي الحاجة اللي أنا بحبها. رأيك كيف تكريم الفنانة إلهام شاهين النهاردة في الختام؟ يعني بقول لها ألف ألف مبروك. يعني نجمة كبيرة ومبسوط جدا لتكريمها ورب تفضل كده تسري الصناعة والحالة الفنية لأن هي ممثلة ومنتجة ويعني نجمة كبيرة. فألف ألف مبروك ليها حبيبي تسلم.